بأخيه الحسن بشقيقه. لما أن أقبل إليه الحسين فتح الباع فتح باعه إليه ضم كل منهما الآخر. أبا محمد ما الذي دهاك؟ بكى الحسين قال له أبا عبد الله لا تبكي لا تبكي، أنت شهيد هذه الأمة، تقتلى ويغزل رأسك من قفاك ويرفع على ذروة الرمح ويبعث من به ويبعث به من مكان لمكان. ألا تبكي؟ كأني بهذه الأمة وقد ازدلفت عليك 30,000 رجل وهم ينادون ويطلبون شفاعة جدي. لا أنا لهم الله، شفاعة جدي يوم القيامة. ثم قال له الإمام الحسين أخي أبا محمد ما الذي أصابك؟ أخبرني من الذي فعل بك هذا الفعل؟ وإذا بالإمام يقول حسبي الله، دع عنك من فعل بهذا الفعل، الله وكيله، يوم غد يخاطبه ويحاسبه. وإذا به يقول إليه أخي أبا عبد الله لقد سقيت السم مرارا، لكن لك هذه المرة ليش؟ قال إني أرى أن أقذف كبدي. رحم الله من نادى ومصيبتا. ثم قال له ائتني بالطشت، جاء إلي بذاك الطشت. قربه من الإمام الحسن فقال له أبا عبد الله امسك برأسي. مسك برأس أخيه، أخذ الإمام الحسن يتقيه حتى لفظ كبد مقطع قطعة قطعة. طاحت يا خايا كبدي، طاحت يا خايا كبدي، دمسح عليها بيدا. انت يا خو يا عضيدي وانا يا خو يا عضيدي، بعد انا عليك شبيدي وانت علي شبيدي، شبدي انا المتقطعة وشبدك علي مفتوح. رحم الله من نادى ومصيبتا. واماما يا واذا بهم يسمعون الضجة، حركة خارج الدار، ما الامر؟ قال اليه ابو عبد الله الحسين يا ابا محمد هذه فخر المخدرات زينب، هذه زينب اقبلت من اجل عيادتك. فقال له ابا عبد الله ارفع الطشت وغطه بمنديل حتى لا تراه فخر المخدرات زينب، شيل الطشت خاف الودي عشاف كبدي، خاف تحن من بكاه يزيد وجدي، هذه وديعة والدي حدار، ما اقدر اشوف دموعها بخدها جري. بعد بوصيك يا ابن امي
عقب عينيك فلها وبكل وقت يا حسين عينك دايما تبقى تراي بالعظم من عقب اهلها توقف على جثثهم براض الغاط سمعت ونينة وقبلت زينب تناحد تلطم على خدها ودمع العين به تنادي يا اخويا حالتك فتا تفا من شافها ظل يجذب والنخفي وين جمال الحسن وين صورة الحسن ها وين جسم الحسن انتحل جسمه الشريف لهذا استغرب الزينب أبا محمد ما الذي دهاك بعد يا زينب عظم الله ولك الأجر في مثل هذا اليوم صديت ولن أتشوف طشت ممتلئ بده شافت قطع شبد الحسين أن ما تقطع بس نادت وهي فوق الصدور والخد تلطى شبدك يا اخويا مقطعة وتخفي علي كأني بها لما رأتها ضمته الى صدري يا عزيز الزهراء من الذي فعل بك هذا الفعل يعزي الحسين يسليها الحسين ها والحسن يعزي ويسلي والحسن يوصي الحسين الله الله بفخر المخدرة الزينة الله الله بها ثم الإمام الحسن يوصي بأهل بيته أبا عبد الله 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 في الأطفال للحسن أولاد بوصيك بولادي عن التشتيت لمهار بوصيك بولادي عن التشتيت لمهم انت ابوهم يا خليصي وانت عمه لا غمضت عيني عسى الله يدومك الهم والعم بولاد الاخوه يا حسين ملزوه ثم الإمام الحسن يوصي أهل بيته الله الله في الحسين وهو الإمام عليكم من بعدي عظم الله أجوركم ثم يوصي الحسين يا أبا عبد الله إذا مت فغسلني وكفني وحنطني ببقايا حنوط جدي رسول الله صلى الله عليه وآله ثم بعد ذلك ضعني على سريري صل علي ثم ارفعني إلى جدي رسول الله صلى الله عليه وآله واعلم بأن القوم يمانعوك أبا عبد الله بالله عليك لا تريق في أمري من أمحجمة دما أبا محمد ما الذي صنعت بالقوم حتى أنهم صوبوا السهام على نعشك 70 سهما رفعوها من جنازة الحسن صلوات الله وسلامه قال قائلا لا أحب أن تدفنوا في بيتي من لا أحب
الله أكبر. ثم قال له أبا عبد الله جدد بي عهدا عند جدي رسول الله، ثم ادفني إلى جنبي جدتي فاطمة بنت أسد في البقيع. فلا زال الإمام في وصاياه حتى حان حينه دنا أجله مد رجله أسبل يديه عرق جبينه سكن أنينه خفت صوته غمض عيني أطبق فافاضت روح المقدس. رحم الله من نادى وإماما، رحم الله من نادى ومصيبته. ما جت المدينة بأهلها كما تموج السفينة براكبها. سعد الله بني هاشم، سعد الله الحسن الحسين. لما أنجاز أخاه وضعه على سريره، صلى عليه، ثم رفعت الجنازة، استقبلت الناس وهم ينادون وحسنا، ثم حركوها نحو قبر رسول الله إلى جنب الباب. زينب تنادي أخي أبا عبد الله، شال الجنازة والودي عالصيح يحسن بجنازة المسموم، ريض يا ريض يا ابو سكن ابن عش حلو الجهة، ونشرع لتابوتي لمشكر هالعمى، وسفر الجفن عن غرتك شوف اليتا. ودعتك الله يا حسين هالسفر له عريج يا ابو سكن بجنازة حلو الاطباع، وعريج بتابوته لمكسورة ال وخلي على الروضة وخلى نجدده. وقف يا اخويا ذابت قلوب النسى، عريج علي قبر البتول ابن عشبن، قبري يا اخويا لا تحفر بعيد، ودفنا بكترها بلشني هود حزن. لا وين ماشي بكعبتي الوفادي، كني بالحسين لما ان وضع اخاه في قبره، وضع يده على خاصرته وهو يقول ادان راسي ام تطيب مجالسي وخدك معفور. سهل مطالبنا، اقضي حوائجنا، طرد الشيطان.